سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله وتحت طلب احلى متتبعات. اليوم حندير لكم واحد تدبيرة او لاستيس نوجدوها ان شاء الله خصيصا لشهر رمضان وفي كامل المواسم. حندير معكم مكعبات الدجاج ولا كما يقولوا لهم جامبو. مكعبات الدجاج او مرق الدجاج او جامبو كاين عده، كاين بزاف اسماء، كاين بزاف يخافوا يديروهم، يقول لك خاطر يضروا واش فيه، على بالناش واش فيه. الوغ اليوم جبت لكم وصفه كيفاش نخدموا مكعبات مرق الدجاج. نديروه في جميع انواع المأكولات، يزيد لها بنه على بنه. مرق الدجاج صنع منزلي مباشرة من عند الشيف أم إسلام إلى أحلى متتبعات. على بركة الله، واش نحتاجو باش نخدمو مكعبات الدجاج؟ عندي البنات كمية من الدجاج، شوفوا الدجاج تاعي عندي كوج محتيل وعندي العنق وعندي الظهر. علاش خيرت هذه المكونات؟ كاين بزاف يديروها بالصدر ويديروها بالفخة تاع الكويس تاع الدجاج، ما تنجح لهمش هاد لاستيس. هنا نقول لكم علاش، لان هاد الجناح والعنق والظهر فيهم ماده الجيلاتين بزاف. شوفوا لابخوف كي تكونوا تغسلوا في الدجاج وتنقوا في الدجاج فيه هذيك الماده اللزجه. عندي كميه، شوفوا 6 جناحتين ظهر تاع الدجاجه وعندي عنق نقيتهم وقطرتهم وحطيتهم. عندي البنات زوج بصلات شغل متوسطة الحجم، بصل أخضر وبصلة صغيرة. عندي راستو نقيتو، عندي 4 حبات جزر، زوج حبات لفت، عندي الكرافس وعندي ربطة معدنوس، زيت، مغرفة مارغارين. والبنة تاع مكعبات الدجاج تكون فريزيفيس. حنديرو راس الحانوت، حندير الكركم، حندير مسحوق الثوم، فوالا، حندير فلفل اسود، توابل الدجاج مغرفة معمرة تصيبوها عند بائع الاعشاب. كذلك عندي بهارات الشاورما خدمتها معكم، تانيك بودرة الثوم، بودرة البصل خدمته معكم، تانيك عندي الكوري. الكوري يعني ليزيبيس، يعني ليبيس هي من التوابل اللي تعطي بنه في الدجاج. بيان سور عندي كميه من الملح. على بركه الله نبداو الوصفه. حاجه الاولى البنات نحكموا نجره ولا كسرونه تكون ثقيله، فوالا، ندير فيها كميه من الزيت، كميه قليله، قيس زوج مغارف ما نكثروش باسكو الدجاج فيه ليدام. مغرفة مارغارين. هكذا البنات مباشرة إلى الفرن. شوفوا البنات أنا درتو فوق الفرن، ندوب المارغارين مع الزيت. علاش درنا كمية المارغارين والزيت؟ لأنه هاد المكعبات الدجاج كيطيبو ما نديرو ولا قطرة ما، فوالا، باش تنجح لنا التدبيرة. انا اليوم حندير معكم مكعبات الدجاج. لا حبيتو ديروا مكعبات كما يقول لك اللحم، ديروا كميه من اللحم. صراحه انا المكعبات هذوما تاع المرق تاع المرق، يعني البنه الاروع هي مرق الدجاج عن تجربه. فوالا اي درت لي المارغارين ومام طون البنات راني ندير شلاضه قرنون. فوالا راني نغلي في القرنون، نرمي الدجاج ديالي كما راكم تشوفوا في الزيت والمارغارين. فوالا هكذا البنات نخلوهم نار قليله يتقلاو. ندير كميه من الملح، كميه قليله، فوالا، قس مغرفه صغيره، يتقلاو هكذا ونروحو نوجدو الخضار تاعنا. الاولى نقطع الجزر تاعي البنات، فوالا، نقطعو مربعات صغيرة باش يطيب لنا تمتم كيما راكو تشوفو. ايدي صغار بزاف، فوالا هكدايا باش يجوني صغيورين ويجوني ساهلين للطياب. ندورلكم باش تشوفو. ونقطع مربعات صغيرة،
شوفوا البنات كيفاش المربعات. فوالا تنكمل اربع حبات تاعي. فوالا انا نقيت قطعت عفوا كميه الجزر. نروحو للدجاج تاعنا. شوفوا راهو يتولى تتولى قطرمه راهو قليله. نفرغ كميه الجزر. شوفوا قطعتها مربعات صغيره. راس ثوم نقيته. فوالا شفتو حل مكسيوه. الجزر مهمه في مرق الدجاج. نخليها يتخلى ونروح نقطع اللفت كيما درنا في الجزر مربعات صغيره. نكملها ونولي لكم. وضعنا اللفت تاعي نولي الطنجرة تاعي. شوفوا الجزر طلق لي الماء والدجاج طلق لي الماء. حنزيد كمية تاع اللفت. نوصلو حاجة بحاجة طريقة جد سهلة. فوالا مازال ما درت حتى التوابل. دوكا نقطع البصل كذلك. عندي زوج حبات بصلات خضورة هكذا كيما يقولو بصل وطويل. وعندي بصل دائري دور. فوالا نقطع الحبة تاعي تاني مربعات ديدي. فوالا نقطع بالطول ومن بعد ندير نخدم مقطع مربعات كيما راكم تشوفو. بأسهل الطريقة نكمل بهذه الطريقة. هما حتى هذوما نديرهم. البصل ما يهمش باسكو حنا نميكسي وكلش. فوالا نزيد البصلة الشكل دائري. نقطعها هكذايا نصف دوائر. ضل اني قطعتو نولي الطنجة. كلش راهو يتخلى. بدات تخرج رائحة لذيذة. حنزيد هنا البصل كما راكم تشوفو. نزيد نقطع البنات ربطة معدنوس. دابيتود المعدنوس منا نحو هاد كاع الأغصان. اليوم ما نخلو شوية شوية أغصان. نقطعها كما راكم تشوفو طريقة عشوائية ماشي لازم رقيق ولا كما راكم تشوفو. البنات قطعت ربطة معدنوس كاملة يعني كبيرة. نفرغها فوق الخضروات تاعي والدجاج. فوالا زيد البنات غصينة كرفس. شوفوا شحال حندير الكمية كرفس. نزيد البنة نفس الطريقة نقطعها. فوالا لا عندكم البورو ديروا البورو. انا ما عنديش البورو. نفرغها فوق الطنجرة. فوالا راني كملت كامل الخضروات ديالي. شوفوا ما درت ولا قطره ما راهو يتقلى براحتو حتى الرائحه صدقوني بزاف بنينه. فوالا شوفوا ولا قطره ما درت لها. الخضروات هما لهم يتلقوا في الماء. هادو هما الخضروات اللي نخلصو مكعبات الدجاج. دوكا نروحو للتوابل. حندير مغرفه من توابل الدجاج تباع عند بائع الاعشاب. حندير بهارات الشاورما كمية من الكوري يطيب لنا في الدجاج والأسماك. كمية من الفلفل الأسود بيانسيو راس الحانوت. ندير كمية من الكركم. لا ما عندكمش حتى تاع لي زيبيس ديروا نص مغرفة نص مغرفة تاع قهوة ملعقة صغيرة. رغم من اني درت راس ثوم حندير مسحوق الثوم اللي خدمته معكم. بزاف متتبعات داروه ونجحوا فيه. جربوه البنات اكيد ما تندموش. وحندير البصل مرحي تاني خدمته معكم. يزيد بنا صدقوني. شوفوا القوام تاعو قاعد هو هو. فوالا نخلط جميع التوابل. شوفوا البنات
يعني نأكد ما درت ولا قطرة ما عدا الكمية من الزيت، زوج مغارف زيت والمارغرين والخضر هي اللي راهي تطلق الماء. واحد شوفوا راهي لداخل ما تخافوش، لكن ديروها نار قليلة. هكذا البنات نغطيوها حتى يطيب لنا الدجاج وطيب لنا الخضروات تاعنا. فوالا البنات شوفوا الخضروات تاعي راهم طابولي، شوفوا بلا قطره ما راهي، شوفوا كيفاش جات نار قليله ما خليناش الخضر والتوابل ينحرق لنا. الدجاج تاعي راهو طاب فوالا. بيان سور دوكا واش ندير، نطفي الفرن نحاول نحي الدجاج تاعي فوالا. الدجاج تاعي كامل نحيه، نخليه يبرد شويه كيما راكو تشوفوا، نقيه ونولي لكم. ايوا البنات شوفوا كيفاش كيبرد لي، كيفاش ولا لي القوام. هذاك الدجاج اللي نقيته فوالا نفرغه في في الخضروات تاعي. شوفوا البنات هكذا بدون ما، ما درت ولا قطره ما، اني ناكد نروح نميكسيه بالبا ميكسر. بسم الله كيما راكم تشوفوا المستمرة ونميكسي في قوام كما قلت أرضى. حيت واحد الخمس دقائق شوفوا القوام البنات، شوفوا لون مكعبات جامبو ولا اي نوع فوالا، والرائحه ما نحكي لكمش، حيتو ملاح ضروري نحيوه ملاح. شوفوا البنات القوام ديالو ولا قطره ماء موجوده فيه فوالا، والرائحة بسم الله ما شاء الله، والذوق واللون مثل مكعبات جامبو. نحطو بجانب البنات، نحكمو ان بلاطو ولا سنيوة، نحكم كابي كويسون، ندير كابي كويسون كيما راكو تشوفو، نقطع فوالا، نحاول نتبسو مليح فوق البلاطو تاعي كيما راكو تشوفو هكدا، ونسيلي كلي هادوما. ديروش بابي كويسون البنات، ما ديروش بابي الومنيوم فوالا. هكذايا نفرغ الخليط تاعي بسم الله بسباتول كامل فوق السنيوه ولا البلاطو تاعي هكذايا. شوفوا ملصق لي يعني مباشره معكم خطوه بخطوه، شوفوا ملصق لي ولا قطره ما فيه، حتى اللي فرزتها الخضروات والدجاج نشفو كلش طاب مع بعضها فوالا. نحاول نمشي كامل هذا الخليط، شوفوا مكعب الدجاج شوفوا السمك ديالو كيفاش الوغ ما يجيش عالي هكذا فوالا. هكذايا نحاول نسوي سطح مكعبات الدجاج باش يجيني على استقامه واحده، في السمك يجي كامل سواسو. شوفوا اني ندني وين حابط نسق هكذا حتى نكمل. فوالا البنات بسباتشيل برك سويت السطح، نحكمو بابي فيم الان نغطيوه كيما راكو تشوفو، نغلق عليه باحكام هكذا مباشرة الى المجمد. نخليه البنات ساعتين او ثلاث ساعات في المجمد. خليط المكعبات الدجاج شوفوا كاش جبد لي، نحاول نحيه منه
فوالا هكذا يتنحى بكل سهوله. نحط فوق طاوله العمل الجوانب فوالا، ونقطع مكعبات صغيره. نحكم الموس راهو كونجلي البنات، فوالا هكذايا كما راكم تشوفوا. نعين ومن بعد نضغط يقطع لي بكل سهوله القسم. شوفوا البنات بنفس الطريقه نعين هكذايا، تحبوا مربعات صغيره مربعات كبيره نعين، ومن بعد نكمل القطع. نكمل نقطعهم كامل البنات ونولي نقطع المربعات. شوفوا مكعبات مرق الدجاج، نحطهم في ناسيت. اي فوالا البنات، هذه هما مكعبات الدجاج صنع منزلي مثل جامبو، يزيد بنا اكثر اكثر واكثر. نحط نديرو في جميع المأكولات، كي تبدا تغلي المرقة تاعنا نرمو مكعب من الدجاج يزيد لها بنا على بنا. البنات دوك نوريلكم كيفاش نخزنوه، نقدروا يقعد لنا لمدة ستة اشهر في المجمد. ضروري نديروه في المجمد لانه فيه مكونات الدجاج والخضروات. الوغ واش نواسو البنات، نحكمو البابي فيلم نحطو فوق طاولة العمل هكذايا، ندير المكعب تاعي هكذايا ونقطع البابي فيلم حسب المكعب تاعي هكذا، يعني باش الاحتفاظ تاعو يكون يعني نتيجة مضمونة. نغلق على عليه بابي فيلم هكذايا، شوفوا المكعب تاعي. ومن بعد البنات ندورو بابي كويسون، نقطع مربع ومن بعد نديرو في بابي الومنيوم. كي نوصل المأكولات فوق البابي الومنيوم ديراكتومون يعني ما يكون صحي، خاصة كي نديروه في المجمد كيما جمدنا الليمون هكذايا. نغلق على المكعب تاعي. شوفوا البنات هذه هي الطريقة الصحيحة لتجميد مكعبات الدجاج. بنفس الطريقة نزيد ندير معكم مكعب، شوفوا صدقوني البنة ولا أروع. حتى اللون كيما جامبو. شوفوا البنات خاسك هكذايا، نغلق عليه ونزيد نديرو بابي الومنيوم. كاين طريقة أخرى كذلك لتجميد مكعبات جامبو، نحكم علبة فوالا بيان سيغ معقمة، ندير مكعبات جامبو نستفهم فوالا. العلبة شغل تدي بلاصة في الكونجيلاتور مع جمدنا القرص الليمون جمدنا التفاح اكسيتيرا. شوفوا هكذايا نزيد كيس بلاستيكي كيما راكم تشوفوا، نزيد الطبقة الثانية عليها بالكيس البلاستيكي الغذائي ونغلق العلبة تاعي. شاك فوا البنات شاك فوا نجو حنطيبو نجبدو مكعب من كونجيلاتور لازم تكون العلبة مغلقة بإحكام. أنا حنكمل نديرهم كامل هكذا ونتلاقاو إن شاء الله. فوالا راني درت المكعبات تاعي بابي فيلم و بابي ألومنيوم. نحكم في ساشي كونجيلاسيون، شوفوا كاش عندي البنات. نرفد مكعبات هكذايا وندخلهم لداخل. ايوا البنات هذه هي النتيجة النهائية لمكعبات الدجاج او مكعبات مرق المرق
وكيفاش نخزنوهم البنات. شوفوا الكميه اللي درتها معكم، اربع جناحتين ورقبه برك والظهر تاع الدجاجه، دارت لي 40 حبه مكعب من مرق الدجاج. هذه هي طريقه الاحتفال الصحيحه، نتيجه مضمونه وصحيه 100%. فوالا تكفي لشهر رمضان ان شاء الله، وبالك حتى للعيد. نغلق باحكام هادو ثاني، تشوفوا باش ما يدوناش البلاصه في الكونجي لاتر. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر. ادخلوا تيك توك، ادخلوا الانستغرام، نحبكم بزاف، دمتم في رعايه الله. ان شاء الله هاد التدبيرات تستفادوا منها. سلام.